إذن مشاهدي متابعي قناة فيس بريس، أهلا ومرحبا بكم هنا معنا في مدينة فاس العاصمة العلمية للمملكة. مشاهدينا الكرام، ما نقدوش نقولوا من غرائب الدنيا، ولكن هذه اللي كتشوفوها قبلتكم، هذه ولدها قالتكم على لسان ديالها أن ولدها تعرض للاغتصاب. يعني فاش كتشوف أن ولدك كيتعرض للاغتصاب من ناس اللي كنت كتحسبهم جيران، كنت كتحسبهم أصدقاء، هذا الشيء غريب اللي تسمعوا من عند هذه السيدة. هذه رسالة، حنا ما كنشوفوا بحد، ما كنتهموا حد، ما كنقولوا، حنا كنقولوا الامهات ردوا بالكم لوليداتكم، ما كاينش الثقه، ما بقاتش الثقه في هذا الزمان. هذه ولدها مداوي الهمام مشاهدينا الكرام، اللي كتب عليه الله وقاصر في عمره، كي كتقول هي 17 سنه تعرض لها الاغتصاب جماعي كي كتقول على اللسان ديالها. نحاول ما امكن مشاهدينا الكرام نقربكم بالصوت والصوره تسمعوا شنو كاين مشاهدينا الكرام. السلام عليكم لالا. وعليكم السلام. شدي منها اختي، تفضلي. والله يصبرك، والله يدير لك. اختي اش كتبكي؟ شنو احكي لي شنو واقع؟ خويا انايا الام ديال واحد الابن اللي ذوي احتياجات خاصه، عنده اعاقه تدهنيه متوسطه. هاد الناس جادو جوج ديال الخوت، كانوا كيديو لي ولدي كيمارسو عليه، كيغتصبوه، وانا ما في خباريش، ما انا دايره الامال ودايره الثقه في الحومه ديالنا، لان حتى شي واحد ما كيقيس لي ولدي، وحتى شي واحد ما كيادي لي ولدي. انا ديك الحومه طلعت لها ولدي كنت عمره واحد 10 سنين، عمر شي حد ما ادى، عمر شي حد ما قاس لي ولدي، عمر شي حد ما تعدانا على وليداتنا. وهاد الناس هادو جوج ديال الخوت كانوا كيديو لي ولدي بجوج بيهم، كيتعداو لي على ولدي، ولا كل واحد كيدي عاود بوحدو، يعني كانوا كيديو بجوج وكانوا كيدي كل واحد بوحدو. اختي حنا ما عندناش في الخصوصيه ديالك، ما بغيتيش تبيني وجهك، كتراعي الظروف الاجتماعيه ولا الاسريه، علاش ما بغيتيش تبيني وجهك مثلا؟ خويا ما بغيتش نبين وجهي، ماشي على شي حاجه، لا الموضوع راه حساس، وبزاف عندي بنيته، عندي بزاف. مهم ما واخا اختي احكي لنا هذا الشيء فوقاش وقع لولدك، الطريقه كيفاش وقع لولدك هذا الشيء؟ هذا الشيء خويا يكون شي عام ونص ولا هذا، هما كيغتصبوا لي في الولد ديالي وكيهددوه باش ما يقوليش، كيهددوا لي ولدي، كيقولوا لي كيديو للغابه ديال دار المراز. الغابه ديال دار المراز، عرفوا واش هاد الولد في حاله طبيعيه؟ احكي لنا على الولد. ولدي عنده اعاقه متوسطه، يعني كيعرف كل شيء، كيحكي لك كل شيء بلي ديطاي، تسولو تهضر له في موضوع واحد اخر، تولي تسولو على شنو وقع لك، تيقول لك شنو وقع لي وشنو وقع لي. يعني ولدي كيعرف كل شيء، ولدي ماشي ما كيعرفش، ولدي كيعرف كل شيء. اعاقته يعني عنده بحال عنده تاخر ذهني، يعني ولدي عنده 17 عام، نقدروا نقولوا ولد عنده 10 سنين ولا 11 عام ولا 12 عام كيفهم، يعني التاخر اللي عند ولدي. هذا الشيء اللي كاين. كيديوه الغابه ديال المراز، احكي لي دابا على اختي. كيديوها خويا الغابه ديال دار المراز، تما ولدي كيغتصب، تما كيديو ولدي. كيفاش اكتشفتي ان الولد كيتغتصب؟ كيفاش الطريقه؟ الطريقة خويا باش اكتشفت ان الدراري ديال الحومة، شي ولاد في الحومة، شافوا بان ولدي كيمشي مع هذاك السيد الغابة كيديه معاه بزاف. جاو قبطوا ولدي، عيطوا لولدي، قالوا له هذا السيد هذا اللي كتمشي معاه الغابة شنو كتمشي دير معاه؟ قال لهم انا حقا كنمشي نشوفوا غير الكلاب وهذا. قالوا له لا، قلنا شنو كيدير لك، ما تخافش. قالوا لولدي ما تخافش، غير قلنا ما غنقولوهاش لماماك، غير قلنا اش كيديروا لك؟ لانهم عارفين اصلا الولد غير طبيعي مسكين. عارفين، الحومة كلها عارفة ذاك الولد انه ماشي طبيعي، الحومة كلها. ولدي عندهم عزيز ما كيتعدى عليه حتى شي واحد، لا بالقليل ولا بالكثير. هاد الناس اصلا عاد تسكنوا عندنا في الحومه شي عامين ولا هادي، باش تسكنوا في الحومه ما كسكن ماشي بزاف. شحال عمرهم؟ واحد 30 عام ولا بحال هكذا، يعني اللاج ديالهم يعني كبار، يعني كبارين من ولدي، كبارين من ولدي. واحد تزوج. اصلا ولدي فاش مشى للسلطات قال لهم بان كان كيديني هو وخوه، كان كيديني هو وخوه، ومنين خوه تزوج ولا كيديني هو بوحده. يعني شي ولدي، يعني اول ما مشينا السلطات هادشي اللي قال ولدي، ومازال كيقولوا لدابا. تلاقى هو وياه، هو وياه ولدك شنو قال له؟ تلاقى هو واحد البارح، البارح داروا له مواجهه هو واحد، قال له درتي لي ودرتي لي وفعلتي لي وفعلتي لي، يعني قال له داك الشيء في وجهه. وجهه. يعني درتي الاجراء، مشيت عند البوليس؟ مشيت عند البوليس اسيدي، ومشيت وعطوني ورقه، عطوني بريه، وديت ولدي للمستشفى سي اش او، يعني ديت ولدي، ما ديتوش بطبيب ديال الخاص ولا. ولدي مشى للطبيب ديال المخزن، وقلبته الطبيبه ديال المخزن، ولقات ولدي مغتصب، لقات ولدي مغتصب، وعطاتني شهاده طبيه، وما هزيتهاش حتى انا بيدي، ما قلت لها نعطيها للبوليس، انا ما عارفه شنو الاجراءات. قالت لي لا، غيجيو البوليس اللي غيجيو، والسلطات اللي غتجي من موراها. وبالفعل مشاو السلطات مور الشهاده، وداوها
لعندهم، ودابا ولدي في يعني راه الدوسي ديالو في الولايه الامن ديالنا ديال فاس، والسلطات دايرين جهدهم اكثر من جهدهم، الله يكثر خيرهم. انا كنشكرهم هذا المنبر هذا، دايرين جهدهم اكثر من الجهد ديالهم. والسيد مازال ناكر، مازال ناكر، واحد فيهم مازال ناكر، وواحد عاد مشاو عنده خليتهم اليوم غيمشيو عنده، لانه هو في السجن غادي يمشيو عنده باش 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 يعطي يدلب تقبط هذا الولد. لا هذاك مقبوط على قضية أخرى، مقبوط على ماشي على ولدي، مقبوط على قضية أخرى. والآخر؟ واحد هو يعني كان استمعوا له. أختي عرجعوا لموضوع الأم. أه كما كلشي كيتساءل كيقول لك الأم فين الدور ديالها في هذا الشيء اللي أنت ولدك عام ونص وما واش ما حسيتي ما عرفتي ولدك بالأخص أنه عنده إعاقة. شوف أسيدي أنا ولدي ماشي ماشي أنا ماشي منفرطة في ولدي ولا هذا، أنا كنمشي كنخدم، انا كنخدم على وليداتي. انا الاب ميت، راجلي هذه 3 سنين باش توفى، اب ديالهم ميت، انا عايشه مع الوالده ديالي بعدا، انا ولدي كيخرج كيلعب مع الوليدات كجميع الوليدات. انا الطبيب نفساني حاليا تيقول لي ما تشديش خليه يخرج، وما كنخليهش يخرج، يعني كيقول لك ما تمنعيش الولد من الطفوله ديالو، ما تخليه يخليه يلعب. ولدي ما كتوقعش انا لولدي ان دوك الناس، هذوك الناس راهم معايا في الدرب، هاد الناس الموبيل ديالهم قبات الموبيل ديالنا، هاد الناس يعني كيقول لي اختي هو مع عمر، كنخرج كنلقى معاه تيقول لي هو عمر هو معانا، حنا نمشيو نصليو حنا. احن فيه ذكرت سمية الابن ديالي ماشي مشكل، المهم كيقول لي ها هو الولد معانا، يعني انا ولدي متيقه في دوك ما كنعرفهمش، يعني ما عنديش بينهم شي اتصال. ما كنديرش ثقه بهم، كتقول لي هادو اللي يحنوا لي ولدي، يعني ولدي انا الحومه كلها الحمد لله ثقه فيها كلها، كنقول هادو الدراري يعني الحمد لله كل حتى واحد ما كيدير لي لولدي شي حاجه. هاد الناس انا يعني قلت بحالهم بحال الناس ديال الحومه، يعني ما يمكنلهمش غيشوفوا هاد الوليد هكا، والولد ما كيأذي حد ما كيأذى، وهما غيمشيو يتعداو عليه. ما نويتهاش فيهم، ما نويتهاش فيه. تصور انسان كيطلق في الزنقه اختي لاباس كيبقيتي مزيان، ها هو عمر ها هو معانا، وكنقول زيد ثلاثه يقول لي لا ها هو معانا، ما غير كيلعب مع الدراري، كيلعب ولدي مع الدراري الوليدات. من خلالك قلتي لي عاموس ولدك ما عمركش تبدل لك الحركات ديالو؟ ولدي الاعصاب ولا ولدي معصب، ولدي ولا كيدخل، ولدي كيمشي للطوايط بزاف، كيدير بيبي بزاف، انا كنقول ربما غير البرد، ربما غير هادي. وهو ولدي جا السكر، ولدي راه داروا له السكر، ولدي جا بقوة التراكمات ديال 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 الاعتداء وبالتهديد اللي كيهددوه، ولدي جا السكر، راني 3 ايام هادي اليوم 20 يوم ولدي 3 ايام هو ناعس في سي اش او، ناعس 3 ايام هو ناعس تما باش كيقدوا له السكر. واش حاسه اختي بحقره في هذا الموضوع؟ وماشي غير تحقرت اخويا، راه فت الحقره لي اخويا. واش انت كتشوف شي ناس اللي معاك في الحومه معاك في الدرب كتخرج كتسطح معاهم في وجهك هكا، كتسطح معاه هكا كيضحك لك في وجهك ويقول لك اختي كيبقيتي مزيان لاباس، يعني هو في نفس الوقت راه كيتعدى لك على ولدك، في نفس الوقت راه كيغتصب لك ولدك، في نفس الوقت راه كيدير لك شي حاجه اللي كتقطع القلب ديال اي ام كيف ما بغات تكون. الناس الحومه اش كيقولوا في هذا الشيء؟ الناس الحومه كلها كتستنفر هذا الشيء هذا، وكلشي كيقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل، كلشي كيقول لك هذا الولد هذا علاش تعداو عليه وعلاش داروا له هذا الشيء هذا، كلشي بقى فيهم ولدي، لا من الكبير ولا من الصغير ولا من عيالات ولا من رجال ولا من كلشي، ولدي قطع لهم القلب، كلشي، لان ولدي ماشي شي ولد اللي في ذاك الاعاقه اللي ان كيضرب الناس ولا كيتسب الناس ولا كيتعدى. مسالم ما كيجب حتى شي حد، ما كيجب حتى شي حد، الحومه كلها كتبغيه. اخويا راه ضاع لي ولدي وضاع حتى انا، ضيعوا لي حتى الولد الصغير، ولد صغير في عمره 11 عام تعقد لي. الولد الصغير تعقد في نفسه، ولد عنده 11 عام حتى هو مرض نفسيا، تيسمعني غير كنهضر مع شي حد في هذا الموضوع في التليفون تيقول لي عاوتاني كتقول لي هذه الهضره هذه، صافي ماما ما تبقايش تقولي شي حد راه وقع لخويا هذا الشيء هذا. ما رضاش الولد الصغير وما رضاش، عاد الام ديالي عاد انا عاد الاخ ديالي عاد كل شيء عاد اختو عاد كل شيء كل شيء، يعني دمروا لي ولدي ودمروني حتى انا. ما كنشوفيش ان فاش كنبقاو نسمعوا بحال هاد المواضيع ديال العم مشى لولد خاه، ديال المعلم مشى للتلاميذ، ما بقاتش اخويا الثقه، راه ما تيقوش. انا كناشد اي ام واي اب ما يتيقو حتى شي واحد يخليو معاه وليداته، لا من قريب ولا من بعيد،
لا اخ ولا عم ولا خال ولا جد ولا انا راك سمعت شي حوايج راه ضروني في خاطري بزاف. سمعت الاباء، سمعت جد، سمعت مشاو لوليد ولادهم، مشاو احفادهم، مشاو كي قلتي الاستاذ بزاف 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 بزاف. يعني انا بنيت مشات غير السوايع، اغتصبها 6 سوايع، يعني هادشي كيضر في الخاطر. هادشي راه بنادم حتى السوايع ما تصيفطوش وليداتكم عند الرجال، صيفطوهم عند عيالات، ما تصيفطيش الولد ما هالدرجه هالدرجه هالدرجه. هادي البنت مشات دير غير السوايع اغتصبها استاذ ديال السوايع، غير مؤخرا غير في الطبيب لقيتها باش طلعت ولدي الطبيب لقيت هاد الحاله هادي. يعني راه هادشي راه كيضر في الخاطر، هادشي راه كيقطع القلب، هادشي راه بنادم ما يبقاوش يثق في حتى شي واحد. يا وليداتكم حضيهم السوايع، ديري لولدك السوايع ما كتعرفي، خليه يقرا يقرا، ما بغاش يقرا كاع لا يقرا، خليه حداك خليه حداك. ما كنعموش كلشي، كنقول انا بهادشي اللي انا في هاد الغالين اللي في القلب ديالي باش انا كنهضر بهاد الهضره هادي، بهادشي اللي سمعت. يعني بنادم يرد البال ولادو، عاد ديري السوايع ما ديريش السوايع عند شي حد، غتمشي لولدك ولا غيمشي لبنتك بوحدهم. ولا بحال انا عندي الوقت بنتي غتخرج ولا ولدي غيخرج مع الثمانيه، والدراري كلهم خرجوا، ولدي ولا بنتي ما خرجش من داك الشيء. حتى ولاد الحومه، ولاد الحومه ما تخليش ولادهم دري صغير يلعب مع اللي كبر منه مثلا. ما يخليوهمش، ما يخليوش، يقول لك ها هو خالتي معايا، هو جالس معايا، هو كبر منه ما تخليه، ولا ها هو عمي حدايا ما تخليش ولدك، ديه معاك. غاديه ولا طالعه لدارك ديه معاك، ما تخليش ولدك، لان ما بقاتش الثقه، ما بقاتش اخويا الثقه، لان هاد الناس هادو انايا انا ما عنديش بينهم شي تصيصير شي صيله ولا، بحيث انا ما كنعرفش حتى الام ديالو ما كنعرفهاش، ما كنعرف لا خوته واخواتاته معاه في الدار، انا والله ما كنعرفهم. انا الام ديالو شفتها النهار اللي جاو داو الولد، جات السلطه داو، شفتها في البنك وكتطلب. ما شفتهاش باش نقول لك شنو كتقول. ما جاوبت عندك، ما جاو عندك، ما هضروا معاك في هذا الموضوع. جات عندي اختو وحده، جات عندي دقت حلينا لها الباب، قالت لي انا ذاك الساعات النهار اللي داو النهار الاول في رمضان معيطين للسلطات قالوا لي تجي لعندنا. انا يا لابساش لابتي خارجه ويا جات، قالت لي واش انت اللي ديكلاريتي بخويا فلان وخويا فلان؟ قلت لها هي ما كنعرفهاش. قلت لها هي، قالت لي تقولبتي واخ فلان راه في السجن، راه في الحبس. جيت انا قلت لها انتوما اللي تقولبتوا هكذا، قلت لها انتوما اللي تقولبتوا، انا اصلا ولدي هذاك فلان كيقول لك كان كيديه كيغتصبو قبل ما يتزوج. قالت لي تقولبتي هادي عام هو في الحبس وانت مشيتي ديكلاريتي به. الولد عاد لهم قال لهم كلشي، قال لهم عندنا فلان وفلان كان كيزول له الحوايج اللي قلتي هي كان شي كنطالب حق ولدي. انا كنطالب سي الحموشي، كنطالب بالنيابه العامه، كنطالب بجمعيات، كنطالب بالمغاربه كاملين يوقفوا مع ولدي. ما كنطالب حتى شي حاجه، انا حق ولدي ما غنسمحش فيه باي طريقه، وكيف ما بغات تكون ما غنسمحش في حق ولدي. يعني كنطالب حق ولدي، ولا ما يعني ولدي ما خداش حقه، كنطالب بالعداله الالهيه شيك بربي وياخذ حق ولدي. واخا نرجعوا اختي رسالتك للامهات والعائلات بالنسبه اللي عندهم وليداتهم من ذوي الهمم او اعاقه، حدا وليد ما يخليهمش يخرجوا بصفه عامه. انا غلطت ماشي غلطت، انا ولدي يعني وليدات كاملين كيبغيو يخرجوا. درت الثقه، درت الثقه، وكنخلي ولدي يخرج كما كيخرجوا جموع الوليدات كيخرجوا يتنفسوا. لان الولد ما يمكنلكش غتشدي عليه انت بالليل وبالنهار، لان ما يمكنش ضروري خصو الشهاده. ولكن من الاحسن، من الاحسن، الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين، اللي عنده شي ابن عنده اعاقه كيف ما بغات تكون، ما تخليش وليداتكم يخرجوا الزنقه وبدون اعاقه. ما حدا وليداتكم حتى الا خرجوا يكونوا حدا عينيكم، حتى الا خرجوا يكونوا حدا عينيكم، يكونوا وليداتكم قرابين ليكم، شوفوهم طلعوا عليهم. راه هادشي راه كتبكيك الكبده ولا كتبكيك القصه ولا كتبكيك الحقره؟ كلشي كلشي، راه كبدتي هادي وراه حقروني، حقروني ولدي، حقروني انا، حقرو راه بزاف، راه شمتها بان بنادم يكون صحداك تخرجي وتلقاي قبالتك ويقول لك السلام اختي كيف بقيتي وضحك لك بوجهك وراه كيدير لك ولدك كيغتصبوا لك. راه حشومه، ما تقبلها حتى شي قلب ولا يتقبلها شي عقل ولا يتقبلها. راه هي راه الاب مشى لولاده، وراه الاخ مشى لاختو، ولكن انا جاتني غبينه، جاتني في شكل انا شتي الغبينه اللي جاتني انني بحال تشمت في ولدي، بحال انا هادشي كامل داك التماره كامله اللي كنضرب على ولادي، وداك الشيء اللي انا بهذا بحال تضرب لي كلشي في الزيرو، هادشي كامل تضرب لي في الزيرو، وجاو الشمايط ضيعوا لي ولدي. وواحد فيهم
راني كنقولها واحد فيهم قال لولدي منين خبطوا له سر والو قال له انا كيسحبني انت بنيته ساعه انت راجل وولدي كيقولها على فمو ومنين لقيتيه الشماته راجل لاش غادي ليه لاش لا القضيه ديال الشمات احنا ما كنقذفو حد ما كنسبو علاش علاش دابا علاش لا غير منين نلقاه دابا غير منين نلقاه اخويا الله يجازيك بخير غير منين نلقاه راجل ولقيتيه راجل وقلتي له انا صحابني انت بنيته ساعه انت راجل هو بعد منه جيب الولد وطلقوا وقول له شوف هاد الهضره هادي ما تقولهاش وانا عمري ما تقيسو ما والو تقولو صافي سمح لي اخويا الله يرحم الوالدين الاعاقه ديالو والله صافي منين لقيتي ولدي بان عمرو ما تقاس وداك الساعات جيب الولد طلقو حطو كي قال هذا ردو لبلاصتو وقول له اخويا شوف هاد الشيء اللي هاد الهضره اللي دارت بيناتنا وهاد الشيء اللي درنا لك سمح لنا الله يرحم الوالدين وبعدو منه هاد الشيء اللي كنعرف صافي منين لقيتو الولد مسكين ما قيسو حتى شي واحد ما تعداوش عليه لا 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 الحق راه هادي كلمة أخيرة شنو تقول الله ياخذ الحق كنطلب الله سبحانه وتعالى ياخذ لي حقي ونشوفه بعيني حقي وحق ولدي نشوفه بعيني في الدنيا كش مشاهدين متابعي قناه فايس بريس قضيه اللي كتحك في القلب هاد السيده هذه كتقول لك انا مشيت نخدم على ولدي وعلى ولادي عندها وليدات مشيت تخدم على ولادي ودارت الثقه في واحد الاشخاص اللي هما كانت كتعتبرهم انهم هما اللي ربما ياخذوا الحنان ياخذوا منهم الحنان ديال الاب ولا الحنان ديال الاخ تا كي كتحكي على اللسان ديالها ان ولدها اللي مداوي الهمم او كي كنقولوا ما كنبغيش نقولوا ان مداوي الاعاقه انه يتعرض للاغتصاب بهذه الطريقه كي قالت هي جماعيه مع عند جوج ديال الخوت مازال كنقولها مشاهدينا الكرام مازال ما بقاش الثقه ردوا بالكم لوليداتكم وليداتكم الا شتيه كيمشي مع شي وحدين ردي له البال شوفي حركاته شوفي الولد علاش كيمشي مع من كيتصاحب مجتمع ما بقاش كيرحم كي كتشوفوا هو ما رحمش حتى ولد اللي مسكين نقولوا انه اولا في عمره 17 سنه بعد مازال قاصر وانه مريض هنا مشاهدينا الكرام كنقول لكم الله يحفظنا ويحفظ وليداتنا وكنشكركم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دير ابوني الفيس بريس وضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد